بسم الله الرحمن الرحيم، مساء الخير عليكم. انا احمد حسين وهبتدي معاكم اول درس من دروس الافتر افكت لجرين فيرتكس اكاديمي. ازاي تقدر باقل مجهود ووقت تعمل علم متحرك انيميشن ممكن يتعمل طبعا ببرامج تانية زي ال 3D Studio Max او مايا او اي برنامج تاني ثلاثي الابعاد. خطوات قليلة بسيطة بدون بلاجنز من بره تقدر تعمل العالم المتحرك ازاي. اول حاجة بفتح صفحة ويب، بدخل على التشانل بتاعت جرين فورتكس على اليوتيوب علشان اشوف الافكتس والفيديوهات اللي انا ممكن استعين بيها وممكن استفيد بيها. فهلاقي الفابريك دي فيديو بسيط لعالم او لحتة قماشة بتتحرك انيميشن زي دي. خلاص اوكي، استقررت ان هو ده اللي انا هستفيد بيه، فبروح داخل على الموقع بتاع greenvertex.com اللي هو ده، وبختار GV Downloads. بدخل على قسم الداونلودز الموجود في الموقع وبختار الفابريك اللي هو العلم. الاقي هنا في زرار داونلود، ممكن اشوفه لو انا عايز اتفرج عليه من على الويب سايت دايركت، مش لازم اخش على اليوتيوب. اوكي هو ده، فبدوس داونلود، بيدخلني على صفحة الداونلود. بختار هنا داونلود anyway، هو عامل 68 ميجا HD، انا مجهزه عندي هنا بره، وهعمل علم مصر على سبيل المثال. فهاخد الفايل HD احطه هنا في البروجكت على الافتر افكت، واحطه في نيو كومباشن بنفس حجمه بنفس كل حاجه بنفس المده الزمنيه بتاعته في التايم لاين. بتأكد ان هو ده بمنتهى البساطة، من كيز كينج، بخش على كي لايت، ده الافكت اللي انا بفصل بيه اللون الاخضر بتاع الكروما. شايفين بمنتهى السهولة اللون الاخضر كله بالكامل راح ومفيش فيه اي مشكلة، مش محتاج حتى تعديل ولا في اي نوع من درجات الاخضر. فانا كده مطمن ان القماشة دي تمام بالنسبة لي، مفيش مشكلة. فباجي بفتح نفس الفايل تاني، باخد العلم بتاعي بحطه هنا في البروجكت، وباخد منه جزء كده على التايم لاين، باخده كده على التايم لاين اوكي، وببتدي دوس R اوكي. ممكن اجيبه كده عشان بس اشوف هل الموقع بتاع العلم كده تمام ولا ايه المشكلة. لازم امد شوية او ازق كده، اوكي كده خلاص. انا متأكد ان الحركة بتاعت القماش جوه المكان بتاع العلم بالظبط. باخد من القماشة نسخة تانية وبديها امر فل بالمنظر ده، بس بخلي اللون ابيض. هاخد منه نسخة تانية، كمان نسختين تقريبا، وكلهم هضغطهم في كومباشن واحد. بدوس كنترول شيفت سي
وبقول مات، إن دي الماتة اللي أنا هشتغل عليها. حط العلم تحت الماتة وبقول له لوما مات بالمنظر ده، فهلاقي لو أنا بس هقلل الكواليتي شوية بالمنظر ده، بقى عندي العلم موجود في الانيميشن بتاعه. بس عندي مشكلة ان العلم من جوه ثابت ما بيتحركش، مش واقعي. لو بصيت كده تلاقي النسر ثابت ما بيتحركش مع حركة العلم. علشان اديها شوية واقعية اكتر من كده فبقول له ريبل، سوري، ريبل للعلم. واختار النقطة بتاعتي دي انها تبعد شوية، وببتدي ألعب في القيم بتاعت الريبل بحيث ان يبقى فيه انيميشن بسيط. يعني بص كده، واحد ده جزء كده انا رندرته بحيث ان يبان عندي. ممكن دي شوية بس ان تدي ايه انيميشن اكتر للعالم. ممكن نزود التأثير شوية، تمام كده. ممكن استغنى بقى خلاص عن الأصلية دي، أنا مش عايزها. بحط الاتنين دول، العلم والمات بتاعه، في كومبشن جديد اسميه فلاج، وخلاص كده. ده بالنسبة لي بقى أنا ممكن أتحكم فيه، أصغره شوية، أعمل له روتيشن بالمنظر ده، ممكن اعمل له ماسك سوري، ممكن اعمل كده. سبستراكت عشان يبقى العكس، ممكن ازود سوليد بأي لون وأقول له رامب، وأختار الجريديانت رامب بالمنظر ده، وهغير المكان بس ده كده هنا. كأن بعمل الساري بتاع العلم. أعلي الكواليتي بس عشان إيه أعرف أبص أشوف الدنيا فيها إيه. الأسود ده ممكن أهديه شوية يبقى لون رمادي غامق، بس عشان إيه يديني الأوبشن لو جيت بصيت كده.
هيبقى تقريبا شكله تمام. ممكن اخش على جوجل وادور على صورة سكاي. بالمنظر ده هختار اي صورة، يعني انا بالنسبة لي دلوقتي مش فارق الصورة على قد ما انا فارق معايا الانيميشن بتاع العلم والقماشة. بالمنظر ده في دقيقة، يعني الموضوع مش مستاهل ولا محتاج ان انت تقعد تتعب في برامج 3D وكده، الا لو كنت بقى هتعمل انيميشن حوالين العالم، او انت عايز القماش نفسه يبقى شكله واقعي وطبيعي قوي كحركة كاميرا حوالين العالم، او انت جايب العالم من تحت لفوق زي مثلا لو فيلم كرتون او حاجة. لكن ده حل سريع ومؤقت لو انت كنت مستعجل وعايز تخلص شغلك بسرعة. بالمنظر ده شكرا جزيلا، وأرجو انكم تكونوا استفدتوا واستمتعتوا بالحلقة، واشوفكم الحلقة الجاية بإذن الله. شكرا.